أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات اقتصادية دبي عن فتح باب التسجيل في الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي. وتهدف المؤسسة من خلال الجائزة إلى خلق بيئة تنافسية بين رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، وتكريم الأفراد والمؤسسات الذين أسهموا في تطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة والوطن العربي. لنتحدث بشكل موسع عن الجائزة، نرحب بضيفتي في الاستوديو ابتهال الناجي، المنسق العام لجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. أهلا بك ست ابتهال. دعينا نتحدث عن الجائزة بداية، ما الهدف من إطلاق هذه الجائزة؟ مثل ما تفضلتي، الجائزة تهدف إلى تكريم الأفراد أصحاب المشاريع والمؤسسات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء كان على مستوى الدولة أو على مستوى الوطن العربي. طبعا هذه الدورة العاشرة، ويعني إن شاء الله أننا بنتكلم أكثر عن استحداث أهداف أو فئات جديدة في الجائزة. طب قبل ذلك، عدد المشاركين أو المقبلين على المشاركة في هذه الجائزة، هل لمستم إقبال جيد، وهل يأتي من كل الدول العربية ولا هي محلية؟ ما في شك أن عادة تأتينا طلبات من دول يعني محددة أكثر من جهات أخرى، مثلا من دول مجلس التعاون الخليجي تكون الطلبات أكثر، عندنا على مستوى الوطن العربي من ليبيا ومصر الشقيقة عندنا طلبات كثيرة تينا. وحقيقة تتميز يعني المشاريع كل سنة بمستوى الإبداع أو الابتكار في هاي المشاريع، فطبعا وعلى مستوى الدولة ما في شكل الشريحة الأكبر أكيد. طب ما هي الفئات التي تشملها الجائزة؟ على مستوى الشركات أو الأفراد من أصحاب المشاريع، نكرم الشركات الصغيرة الناشئة والقائمة، على سواء كان على مستوى المشاريع التجارية المهنية أو الصناعية، وأيضا المشاريع المزاولة من المنزل. على مستوى الوطن العربي نكرم الشركات أيضا من قطاع الصناعي والتجاري والخدمي. هل هناك شروط محددة للمشاركة في الجائزة وما هي؟ أهم الشروط أن المشاريع المقدمة تكون من فئة المشاريع الصغيرة المتوسطة، أي لا يتجاوز دخلها السنوي 250 مليون وعدد العمالة فيها 250 عامل. بالإضافة أن هذه المشاريع كلها تمثل الدولة المقدم منها الطلب، يعني ما يكون مشروع مثلا مالكه جنسية عربية من داخل الدولة، لا، يقدم من الدولة اللي يمثلها اللي جنسيته منها. نعم. طب آخر التحديثات التي شهدتها الجائزة؟ في هذه الدورة استحدثنا فئة مشاريع أصحاب الهمم، وبالإضافة لنا تزامنا مع عام الخير أطلقنا فئة مشاريع اللي تلبي الخدمات المجتمعية أو الخدمة المجتمعية. إضافة لنا عندنا المشاريع الداعمة للقطاع أو الشركات المؤسسات، منها البنوك، المدارس، القطاع الحكومي إلى ما ذلك. بالنسبة للجائزة وأيضا المؤسسة، ما هو الدور الذي تلعبونه؟ وهل هو فقط دور يحتضن هذه المشاريع، أم هناك دعم من نوع آخر لهذا النوع من المشاريع؟ مثل ما تفضلت، احتضان المشاريع هذا يكون في المراحل الأولى من عمر المشروع، ولكن ما بعد احتضان المشروع الترويج له من خلال سواء كان المعارض أو برنامج الاشتراكات الحكومية واللي يأهلهم للحصول على تعاقد مع الجهات الحكومية. مؤخرا عندنا عدد من الاتفاقيات اللي تسمح للمشاريع الوطنية المشاركة حتى خارج الدولة، إضافة إلى أكاديمية دبي لريادة الأعمال واللي هي تحتضنهم حتى ما قبل البدء بالمشروع. ابتهال الناجي، المنسق العام لجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، شكرا جزيلا لك وأهلا بك.